نروح منا لاسكندريه وتحديدا مكتبه اسكندريه اللي هي نافذه مصر كده على العالم ونافذه العالم على مصر. مكتبه اسكندريه بتشهد الايام اللي فاتت دي انطلاق معرض الكتاب الدولي وجناح الاطفال تحديدا في هذا المعرض محقق يعني جذب لعدد كبير جدا من الزوار والوافدين على المعرض، خاصه ان في تركيز على قطاعات من الكتب المتنوعه والمختلفه. وكمان اعلنت مكتبه اسكندريه عن وجود جناح مخصص للطفل وكتاب الطفل بشكل كبير. الاهتمام بالطفل وبكتابات الطفل دي او ان يكون في جناح مخصص للاطفال ده واحد من الحاجات اللي دايما معارض الكتب في الفتره الاخرانيه بتحرص عليها، سواء كان المعرض الرئيسي اللي بيكون موجود في القاهره او الافرع المختلفه اللي موجوده له في المحافظات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذه منى حلمي رئيس وحده معارض الكتاب بمكتبه الاسكندريه. صباح الخير على حضرتك يا استاذه، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير، ازيكم؟ اهلا. لو تقولي لنا تفاصيل معرض او وجود كواليس خاصه بجناح للاطفال في معرض الكتاب في الاسكندريه. طيب، احب ابدا الاول واقول ان المكتبه بتنظم معرض مكتبه اسكندريه الدولي للكتاب هذا العام في دورته 19، وهو في الفترة من 15 ل 28 يوليو. الدخول مجاني للمعرض طبعا. وحرصت المكتبة هذا العام في تقديم المعرض على انتقاء أفضل دور النشر طباعة للكتب في مصر والوطن العربي. وحرصت كمان المكتبة على تواجد أحدث الإصدارات داخل أروقة المعرض. لو حابين نتكلم على جناح الطفل، فالمكتبة بقى لها كذا سنة بتخصص جناح خاص بالطفل، ذلك حرصا منا على بناء الطفل المصري وتثقيفه. السنة دي معانا 16 دار نشر متخصصة في كتب الأطفال والوسائل التعليمية والإلكترونية، لأننا عارفين طبعا أن طفل القرن 21 متجه إلى التعليم والثقافة الإلكترونية. معانا كمان دور نشر بتهتم بتنمية مهارات الطفل بداية من 3 سنين أو أقل كمان. جميل. إلى جانب الاهتمام بالكتاب الطفل والكتب بشكل عام طبعا في معرض اسكندرية الدولي للكتاب في دورته 19، في أنشطة ثقافية مصاحبة للمعرض، يعني احنا عندنا برنامج ثقافي حافل للأطفال وورش عمل، وكمان يعني استضافة لعدد كبير من المثقفين في مصر والعالم العربي. كلمينا عن هذا البرنامج وما يوجه للطفل خلال أيام المعرض. احنا طبعا على هامش المعرض عندنا الأنشطة الثقافية زي ما حضرتك قلت، وهي أكثر من 120 حدث ثقافي بالنسبة للطفل. مثلا عندنا ورش عمل زي مثلا عرض عجائب العلوم، ودي بتبقى تجارب علمية مبسطة جدا بتتعمل أمام الأطفال وهم واقفين بطريقة فيها جذب، وزي في إطار قصة هم بيتفاعلوا معاها وبيردوا على الأسئلة. كمان عندنا سيارة عربة البالونات، دي برضو تجربة علمية للأطفال بيعملوها بنفسهم وبيجربوها وبيشوفوا النتيجة هم بنفسهم. عندنا أمسيات قصصية وحكي للأطفال. كمان عندنا ورش عمل تعليم لغة هيروغليفية. مشترك معانا الأزهر الشريف بجناح كبير وعنده ورش عمل للأطفال سواء رسم، تصميم حلية أو مشغولات يدوية. طب اللي بيسمعنا دلوقتي دكتوره منى، المعرض مستمر لحد امتى؟ مواعيد افتتاح المعرض وغلق المعرض يوميا؟ المعرض مستمر معانا لغايه يوم 28 يوليو. مواعيده من 10 الصبح ل 10 بالليل. والدخول مجانا ودخول كافه الانشطه الثقافيه مجانا. ايوه. ازاي بقى الشارع السكندري كده تفاعل مع هذه الانشطه؟ وكلمينا بقى عن الزوار والوافدين لغايه دلوقتي. هو الإقبال على المعرض احنا ملاحظين السنة دي انه كبير، وخصوصا جناح الطفل. لو هنتكلم على جناح الطفل، يعني الأطفال، انا بسمع من الأهل اللي بيجوا ان الطفل هو اللي بيطلب يجي المعرض، لان زي ما قلت لحضرتك جناح الطفل بقاله كذا سنة عندنا،
فهو بدأ الطفل يطلب انه يجي المعرض زي السنه اللي فاتت، وعايز هو اللي يتفقد الكتب وهو اللي بيختار بنفسه الماده والكتاب اللي هو عايزها، طبعا تحت اشراف الاهل. اكيد. والكتب متاحه باسعار وبتخفيضات تقدر الناس تشتريها بسهوله استاذه منى. كل الشكر ليكي الأستاذة منى حلمي، رئيس وحدة معارض الكتاب بمكتبة الإسكندرية. شكرا جزيلا ليكي.